السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. السيد الصدر يصدر بيانا بعد إقرار قانون الدعم الطارئ. اقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الأربعاء تشكيل لجنة برلمانية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. قال الصدر في تغريدة عبر تويتر إن بعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي والتنمية انتصارا آخرا لفسطاط الإصلاح، وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات السابقة. وأضاف: لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه، فلا ينبغي التغافل عنه. إن تواجد كتلة صدرية حاليا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية. وتابع الصدر: نقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي، وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى، وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسها لتلاعب بقوت الشعب ولقمته.